بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. رمضان تفلت منا كعادته، ننتظر رمضان الذي يأتي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد لنا العبادة على كل حال وأن نخرج من رمضان وقد تعودنا على الصيام وتعودنا على الذكر والقيام، يروي عنه أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وذلك أن رمضان إن كان 30 يوما ومعه 6 من شوال يصير 36، والحسنة بعشرة يصير 360. ما رأيك أن السنة القمرية إما أن تكون 354 يوم أو 53 يوم أو 55 يوم، يعني حتى لم تكمل 360. السنة الشمسية تزيد 11 يوم على هذا تقريبا، فتزيد إلى 365 وفي بعض الأحيان 366، لكن في النهاية الشهر 30 يوما، فإذا فالسنة في حدود 360 يوم. فإذا صمت رمضان 30 يوم أو 29 وصمت بعده 6 أيام من شوال، لأصبح المجموع هو مجموع السنة بحالها، ومن هنا كان صيام رمضان نتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر كله، لأن من واظب على هذا دائما فكأنما صام الدهر كله. هل 6 من شوال لابد أن يكون من تاني يوم العيد؟ أبدا، اختار أي 6 في شوال. السؤال الثاني: هل ينبغي أن يكونوا متواصلين؟ أبدا، يجوز التفريق، فنصوم يوما ونفطر يوما، نصوم يوم ونفطر يومين، المهم أن 6 تكون في خلال شوال. هل من كان عليه قضاء من رمضان الذي فات هذا كالمرأة الحائض كالمرضع كالحامل ككذا إلى آخره، يجوز لها عند زوال هذا العذر أن تصوم ما عليها من أيام في شوال فيحسب لها الأجر والثواب؟ نعم، هكذا يقول الشافعية، أن من صام 6 من شوال ولو كان ذلك بنية قضاء ما عليه فإنه قد أوقع 6 في شوال فعلا، فمن فضل الله يحسبها له قضاء، بالإضافة إلى أنه يحسبها له 6 من شوال. بعض النساء تصوم 6 من شوال ثم تريد أن تقضي ما عليها، إذا فعلت هذا فهذا مزيد خير، ولكن إذا اقتصرت على 6 عما أفطرته لو كان عليها 5 أيام 3 أيام فيجوز هذا. كل عام وأنتم بخير. ربنا تقبل منا، ربنا هب مسيئنا لمحسننا واغفر لنا جملة واحدة، ربنا اكرمنا باستجابة الدعاء وأكرمنا بما نحب وانقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير.